السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ لاباس هانين. اليوم جينا نهضروا على ندى حسي والقايده غيتا. كلكم عارفين ندى حسي والقايده غيتا، العداوه اللي كانت بيناتهم والمعيار اللي كانوا كيتعايروا به. هاد الجوجات هادو بعدا مستحيل كان شي واحد يفكر غادي يوليو صحابات وغادي يوليو حبابات، يوليو راكبات في طوموبيل وحده وكيتساراو من قنت لقنت. انا بعدا مشيت الفيديو ديالهم، قال ضروري خاصني نعلق عليه وضروري خاصني نهضر عليهم، حيت هاد الزوج بعدا انا تفرجت في المعيار اللي كانوا كيعيروا بعضياتهم، والاكثريه هذيك القايده غيتا. راه شي معيار كانت كتعير ندى حسي مستحيل شي واحد يصدقوا ولا يسمعوا. واليوم خارجين لنا بواحد الفيديو، اش من محبه هذه واش من بساريات هذه ومن عراضه العراضه. واللي عارض عليهم هو جواد قنانه، جواد قنانه لي كوافور وعارض عليهم في الفيلا ديالو، وما مخلي ما داير لهم الشلايد والبساط البطريطور، زعما برع عليهم الله يدوم عليهم حبه. ولكن اللي ما تفهمش ليا انا علاش كينوضوا يديروا هذاك المعيار الغارق اللي كيخلى داك كيجرح في الاحساس ويجرح الواحد، وهو في الاخير وقيلا كانوا دايرين غير تمثيليه ودايرين البوس كتقول لي اعطيني ونعطيك، حيت هذاك المعيار كون كان حقيقه راه مستحيل شي وحده تشوف في خطها. راه المعيار زعما ما نعاودش لكم اللي ما فرش في هذوك الفيديوهات ديال المعيار ديالهم، يقدروا يكونوا باقين يقدروا يكونوا مسحوهم، حيت دابا راه ولاو حبابات وصحابات. وكما قلت لكم من عراضه العراضه، من عاد جواد قنانه غادي نعرض عليهم واحد في الرياض، واحد عارض عليهم تا هو تريتور باغي يدير الاشهار، جالسات كيدوروا في مراكش بالطوموبيل. من عاد هذا العاد هذا بحال شي فراشات خلى داك تقولي هاد السيدات خواتات ماشي عدوات، هما راه كانوا كيضاربوا على راجل واحد. هذاك نزار تاني نهار خرج من عند الاخرى، الاخرى عيطت لي قالت لي تعالى عدي، كيما قالت نادا راهم غير كيضحكوا على البيبليك وكيضحكوا على المتابعين، كيديروا ديك التمثيليه ديال عايرينين عايرك باش يديروا البوز باش الناس تدخل وتفرج فيهم، حتى كيطلعوا ويجمعوا دوك الكا 100000 كا، كل وحده ديك واصله 5000 كا، كل وحده وشحال تجمع، ومن بعد يبداو يضحكوا علينا ويقول لك حنا صحابات حنا حبابات. انا بعدا ملي شفت الفيديو ديالهم تصدمت وجاني خلا داك عجب الناس صالح، ولكن تبقى بعدا اما بكل ديك المحبه ويغنيو على بعضياتهم، وكما قلت لكم راكبات في طوموبيل وحده وكيتساراو في العرايد، ايوا لا اله الا محمد رسول الله وصافي. ايوا بحال كيضحكوا علينا وحنا حنا حالين فامنا ومتبعينهم كنخسروا عليهم في الدجيكات ونخسروا عليهم في فلوسنا، وهما هما اللي رابحات في الاخير. كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم ويكون وصلت واحد الميساج على هاد الجوجات بالذات، والله خلى داك الله يصاوب الاحوال. ومع السلامه، فيديو اخر.